كدب قرحي أغسطس مانت بلار أنا الأول يجلس مغاركين مجالة مقدشة أياكا دعي إزغوز كزوبي يدو سيدو كلنا هالكاس بد آد أتربضن أي كنا فيايين هالكا كو كلنا كنا وعمين قرحسي أيا وحي دلقلي مجالة مقدشة عاصمة دبالك سوماليا كاسو أو بضن كوبا إسكوبسو بحيي بدينا آد أتربضن حسي يشي بلشوين تكون الحرياء قحوتي كدباب غارها نحرا وقحوتي كدبيحلي أيا تأسير الدري إلدي وقرابدي أي كبيريودين داتكا كو أي كنا وعمين هالكاس أي إيبو أو قبريين أنو أبايديو. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيو أه عبد الرحيم حسين مؤمن كنا الحرادة قحتي دي أحلي وحان تأسير تيران يالا مرغالي حنون لو دريا رمان إلدا أصحابتا قرابدا يومات سومالوين يومسلمين أوضان داتكي كبحان كدنتين كشهيدين حسوق حمر كذا أي كل شيء ذي أيام تعسير ودريا فهلا يا هاي إن لله وإنا إليه راجعون ولا ليال دمان تن وادمان إنا لكن جيري ذاك على رون رنتي فه حمر كذا أي لما ذي كرب جيري لما ذي كرب المشوق وحسوق ولا ليال وحسوق سومالي ولا لقونا مني فهلا يا هاي دمان تن ولا ليال الله إنا نحرس أنت دمتي أنت النال وهرتين ويكذب بجرتاي الله إنا نحرس دمان تن فهلا يا سومالي ولا ليال وأن استوى قبنا وانس عنا وأنا لدبر بيني يا استوى قبنا أسقرنا دمان تن دوق يوهيل دوق يدن يربو حنلاياي ولا ليالا وعينو كغيب غادمنا قرمت كاس قرن ولا لاد اي فيدن ايان ميلو البو جورتان ولا ليالا عين سودان قرن ومدد دبادة جرتا ياس برادة وحنو باقيا ان لغا غيب غادة قرمت كقرن ولا لاد اس ابا عريان كرنتي حنون واركا كرتا ننغشاله وحن عدسان ايا ان لغا غيب غادة قرمت كاس قرن لوا فيديو دمان ولا لها وحنلايا انا لله وانا الى راجعون انتي دمتي الله نحرستو انت النوال الله نو عافية ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أنا جواه قمر محمد فارح وكنا الحرضة قفتي الرجح لي كنا هذا المقع قبلها كنا الحرضة قفتي الرجح لي وحن هل كان تعسيت هيران يلا وقدر يا دمان إيه الذي يقرب ذي كجيري وذين وما دي الله وح سوقي حسوق بأن لوجا استقوا سولو لما يسقوس كي سوا به رهنتي وحندي كرا وما تسوى ماليه وحوها نقلير نقلير كسول وطرق لأن لو حسوق مثل لو بريري ترد الصومالية وحالة إلهي ونقب عدوى السقع كاسو أسو الدولي إنو صومالية بريري وحان هل كان ود عينيا ومد كلا وعدتي قرحي مصيبة لها كواسو كل أفو ويقاركوت كواسو حمنا قالية كواي وحالة إلهي عاثمة دقدقة هاي دي نسيح إنا لله وإنا إلهي راجعون كل نفس دائقة الموت مرك كوبات وحالكم السلام يا دمان وش الصوماليات ملك استو عالم في الدكتور مقعي وحالي رضا عبد الله حاشي مع كل نول هاي متكم إذا حريها قبلتي قد أداب خاصة حريها دقاح لي وحارنا عانتي جعلي استي إن أنا لقيت صدو مروقة تيرانية يتعسية ولا لايك الصوماليات إسلامين تقوية لتي يباتدي نقاتي أكوينيت سو وجهدي ولا لهن مقالة المقدشو أنا تاسو رمان سو مالوين وأنا قاعد كمل هاي مال سو عالم في جو مسامين ويرد وحن هل كان تعسية قدر يا رمان أصحابتي قرابتي اللي دي يروح والبقى كمل ده شخصيات هي أي سامين تقول لك وحن لي هاي أنت اللي متي جنة الفردوس الله جزوه لك لقى sidoo kale waxaa meesha ka hadlay gudoomiyaha saxafiyiinta ee xarada qaxooti ka dhawaxlay magacii wajaac sir abdullahi ahnay aan jeemaanka ama gudoomiyaha urur saxafiyiinta xarada qaxooti ka dhawaxlay maanta halkaan aad arkaysaan oo joogna waxa way meel barardiiq lagu sameynayo dadka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kasoo gaartay qarxi isgoyska soo baka dhacay maalintii 14kii bishan ugu guda jirnay october aad ayaan oga xunahay arrinta dhacday dabcan dadka xareeyaha qaxootiga ku nool waxaa laga dareemayaa qiiro iyo murugo aad ugu saabsan arrintaas anoo ku hadlaya afka bulshada soomaaliyeed dhammaanteed qaas ahaan saxafiyiinta xareed qaxootiga dhagaxlay waxaan leeyahay arrintaas intii ku geeriyootay allah uu naxariisto intii dhaawac uu kasoo gaarayna caafimaad taam allah siiyo dadka soomaaliyeed allah u boogadhay meel walba joogaan hana noqoto tiim midnimo iyo wanaagii horumar laga qaadi lahaa waa mahadsantahay فردوس محمد علي وحي كم تهي قدوميها بلايرتا حرضا قحوتي قد وحلي بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوة فردوس محمد علي
matalaayo dhalinyarta xerada dhagaxley oo ah youth cheerleader ama gudiga gudoomiyaha gudoomisada hablaha. Waa maanta waxaan leeyahay waxaan tacsiyo u direynaa dhammaan, waxaan dhigaynaa arrin tacsiyo oo aan ka dhigaynaa social worlka, taasi oo ugu tacsiyeynayna dhammaan eheladii, qaraabadii, asxaabtii, waalidiintii ay kaga geeriyoodeen qaraxii fooshuxuma ee ka dhacay Muqdisho zobe agtiisa, suuqa zobe. Marka waxaan leenahay walaalayaal Soomaali, dhammaan Soomaali haddaanahay meel walba aan joogna aad baan naga xunahay, waan ka qayroonaynaa, waana in la dareemaynaa murugadaas. Ilaahay waxaan kaga rajaynaynaa inta dhimata, waxaan kaga rajaynaynaa inuu ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo, inta xanuunsan inuu ilaahay caafiyo. Xasan Cumar Xasan Kaafi, Raadiyo Telefishonka City, xeryaha Qaxooti.